بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفدا وزاريا سعوديا إلى جمهورية السودان الشقيقة تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وقد استقبل فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان في بيت الضيافة مساء أمس الوفد الوزاري السعودي الذي يضم كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير النقل الدكتور نبيل العمودي ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد قطان. وقد أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور القصبي في تصريح صحفي أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري، كاشفا عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان. الزيارة أتت ضمن توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات وتوطيدها وبحث تنمية وسائل الاقتصاد والاستثمار وتفعيل التبادل التجاري والتبادل الاستثماري بين البلدين. وهناك إن شاء الله سيكون خطة عمل واضحة وستكون زيارات لاحقة مع رجال أعمال إلى السودان الشقيق، وندعو الله إن شاء الله أن يكون السودان دولة مستقرة واقتصادها ينمو واقتصادها يزدهر ويحقق لها كل الرفاهية والأمن والأمان. كما أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن خادم الحرمين الشريفين أكد على أن أمن واستقرار جمهورية السودان الشقيقة من أمن واستقرار المملكة، وكما تثمن مواقف الخرطوم الداعمة لها. سيدي خادم الحرمين الشريفين أكد أنه أمن السودان من أمن المملكة واستقرار السودان من استقرار المملكة، وأنه فخامة الرئيس له علاقة شخصية ما بين سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، وأن هناك سبل كثيرة للتعاون وهناك تقدير للعلاقات ومواقف السودان الشقيق تجاه المملكة. أيضا المملكة العربية السعودية لم تتأخر ولن تتأخر عن السودان وشعبها وأهلها وأهلنا في السودان، فهناك فرص كبيرة لبحثها وتعاون لزيادة فرص التعاون وتنميتها. والوفد الوزاري يعني معي أصحاب معالي الدكتور نبيل العمودي وزير النقل ومعالي الوزير الدكتور أحمد قطان، وهذا الوفد جاء خصيصا ليؤكد هذه الرسالة، وإن شاء الله سيكون هناك المزيد من الفرص والزيارات القادمة. هناك الحقيقة برامج تنموية وقروض وما زالت تبحث وتستمر، أيضا هناك مجالات استثمارية زراعية بحثت وما زالت قيد الدراسة، ومجال التعاون كبير بيننا وبين السودان، وإن شاء الله مثل ما التاريخ يعني أثبت أنه المملكة والسودان شريكين تنمويين لن نتأخر في المستقبل عن تقديم ما هو إن شاء الله ما يحتاجه السودان وشعبه وأهله.